بسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد، آمين. سنكسار، اليوم 25 من شهر كيهك المبارك. نياحة القديس الأنبا يحنس كاما القس. نياحة القديس الأنبا بشاي بجبل طود. في مثل هذا اليوم من سنة 859 ميلادية، تنيح القديس الطوباوي الأنبا يحنس كاما القس. كان هذا القديس من أهل شبرا منصو التابعة لصاء الحجر، وهي بمحافظة الغربية، وكان والداه مسيحيين تقيين، ولم يكن لهما ولد سواه، فعلماه الآداب المسيحية والعلوم الكنسية، ثم زوجاه بغير إرادته، ولما انفرد بزوجته صليا طويلا ثم قال لها: يا أختي، أنت تعرفين أن العالم يزول وكل شهواته، فهل توافقين على حفظ بتوليتنا؟ فأجابته قائلة: إن هذه هي رغبتي، والآن قد أعطاني الرب سؤل قلبي. فاتفقا على أن يعيشا حياة البتولية، وكانا إذا رقدا على سريرهما ينزل ملاك الرب ويظلل عليهما بجناحيه، ولكثرة قداستهما أنبت الرب كرمة على خدرهما علامة على طهارتهما، لأن عملهما هذا يفوق الطبيعة البشرية، وكانت العناية الإلهية تحفظهما. وذات يوم قال القديس يحنس لزوجته: يا أختي، أنا أشتهي الذهاب إلى البرية للرهبنة، ولا أستطيع ذلك دون موافقتك. فأجابته إلى ما أراد، فأدخلها أحد أديرة العذارة، فصارت أما فاضلة، وبعد ذلك أصبحت رئيسة على الدير. أما القديس يحنس فأرشده ملاك الرب إلى برية شيهيت، وهناك ترهب عند شيخ قديس يدعى درودي بدير القديس مكاريوس، فأقام عند هذا الشيخ يتعلم منه الفضيلة حتى نال بركته الأخيرة. فأمره ملاك الرب أن يمضي إلى غربي دير القديس يحنس القصير بقليل ويبني له ديرا، فمضى وفعل كما أمره الملاك، واجتمع حوله 300 راهب، فعلمهم الصلوات والتسابيح والفضائل الرهبانية. وفي إحدى الليالي ظهر له القديس أثناسيوس الرسولي يشجعه، وذات مرة ظهرت له القديسة الطاهرة مريم وقالت له: إن هذا مسكني إلى الأبد، وسأكون مع أولادك كما كنت معك، ويدعى اسمي على هذا الدير. ثم أعطته 3 دنانير ذهب وقالت له: خذ هذه واحفظها عندك، وبركة ابن يسوع المسيح ستكون معكم إلى الأبد. ولما أكمل سعيه الصالح تنيح بسلام، فدفن أولاده جسده الطاهر في ديره بإكرام عظيم. ثم نقل الجسد إلى دير القديسة العذراء الشهير بالسريان، وما زال موجودا به حتى الآن، بركة للرهبان والزائرين. بركة صلواته فلتكن معنا، آمين. وفيه أيضا تنيح القديس الأنبا بشاي بجبل طود، وهي قرية على الضفة الشرقية للنيل تابعة للأقصر، وكان ناسكا متعبدا منذ صغره، ويقرأ كثيرا في نبوة إرميا النبي، حتى كان يبصره عيانا، ولم يعطي جسده راحة لكثرة السهر والصلوات والميطانيات. ولما أكمل سعيه الصالح تنيح بسلام، ووضعوا جسده في الكنيسة، وبها بئر ماء، وكان الرب يعمل آيات وأشفية كثيرة لكل من استعمل هذا الماء. وما يزال ديره كائنا بناحية الطود شرق أرمنت،
ويسمى دير القديسين، وبه أيضا جسد القديس الأنبا بسنتاؤس. بركة صلواتهما فلتكن معنا، ولربنا المجد دائما أبديا آمين. دفنار اليوم 25 من شهر كيهك المبارك، نياحة الأنبا يحنس كامة. من يقدر أن ينطق بكرامتك العظيمة يا أبانا الأنبا يحنس القص؟ قد دعيت يحنس كامة أي الأسود، ولكنك قد أضأت وأنرت بنور الثالوث. يا موسى الجديد الذي أهلك عماليق الذي هو الشيطان وأفكاره رديئة، يا يوسف الجديد في فضائله وفي بتوليته بغير عيب، لأنك قد غلبت قوات المضاد وأطفأت سهام إبليس. من الذي لا يتعجب من هذا الأمر العجيب الذي يفوق الطبيعة البشرية، وهو أن رجلا وامرأة عائشان ببتولية ومضجعين مع بعضهما بعضا على سرير واحد، فمن أجل طهارتهما أقام الرب ملاكا يستر مضجعهما ويظلل على خدرهما، فهذا دلالة على طهارتهما. فاشتاق البار إلى السيرة الطاهرة الملائكية التي للرهبنة، وكذلك عروسه أيضا صارت في مسكن مع عذارى كثيرات وأرضت الله بفضائلها، لأنها صنعت قوات وآيات كثيرة. إن قلت عنك أنك ملاك فأنت ملاك ولست إنسان، لأن البار بالحقيقة الأنبا يحنس كامة صار قسا وراهبا مختارا. بصلواته يا رب أنعم لنا بغفران خطايانا. إني متحير في فكري وعقلي مبهوت إذا ما تكلمت بكرامتك يا أبانا أنبا يحنس كامة، لأنه من ذا الذي لا يتعجب من هذا الأمر المدهش الذي هو سيرتك الملائكية المرتفعة على البشرية؟ إذ لما خرج الأنبا يحنس كامة من بيته فتبعه ملاك إلى الجبل المقدس الذي للأنبا مقار، وسلمه للشيخ الناسك الأنبا درودي، وذاك ألبسه الإسكيم المقدس الذي للرهبنة. ولما تنيح العظيم الأنبا درودي فسكن الأنبا يحنس كامة في موضعه، فاجتمع إليه 300 راهب وصاروا له بنين روحانيين مقدسين للرب، ومضى إلى الجبل المقدس الذي للعظيم الأنبا أنطونيوس بتدبير من المسيح لأجل خلاص الإخوة، ثم رجع إلى جبل الميزان المقدس، فخرج أولاده للقائه مثل أولاد العبرانيين لما خرجوا للقاء مخلصنا. صار لنا مرشدا وميناء خلاص يدعونا بتعاليمه إلى الحياة الدائمة. ثم ظهرت له العذراء مرت مريم والدة الإله وقالت له السلام لك من قبل ابن الحبيب. ولما أكمل سيرته جمع سائر أولاده قبل نياحته وسلم لهم وصاياه، وأخيرا سلم روحه الطوباوية في يد المسيح وهو بشيخوخة حسنة وعيد مع القديسين. اطلب من الرب عنا ليغفر لنا خطايا.